مرة تانية احنا في الفقرة الأولى اللي هنتكلم فيها عن التعديلات المرورية الجديدة اللي بيقترحها مجلس النواب على قانون المرور. الحقيقة مش عارفين قانون قديم ولا في قانون جديد ولا في قانون في النص، هنعرف كل ده من ضيفنا الكريم اللواء مجدي شاهد الخبير المرور خبراء العرب بالإمارات. أهلا بك سعادة، بالسادة المشاهدين. أهلا بك. خلينا نقول مروري للمشاهدين اللي من غير ما نعقد لهم الدنيا، انه ساعات اللي هو اشتغل يمكن مساحه كبيره او مسافه كبيره من حياته مرور، اضافه الى التحق بمركز الخبراء العرب بالامارات. اولا خلينا الاول نتكلم التعديلات اللي اقترحها مجلس النواب دي خاصه بقانون قديم قبل السابق، لانه السابق ده كان جديد. هو والعالمين في مرور كان صدر برقم 66 سنة 73. أي. القانون ده حصل له تعديلات سنة 99 و2000، لكن في تعديل هو التعديل اللي احنا كنا بيطبق حاليا بتعديلات جديدة. أي. اللي هو قانون رقم 121 سنة 2008. تمام. كان في تعديلات حصلت في سنة 2008 وده في غالبية مواده ما زالت مطبقة. ليه؟ لأن قانون المرور مش قانون. في بعض الأشخاص يقول لك قانون مرور جديد. لا، الجديد معناه إن القديم يتلغى كله. بالظبط. هو يناول تعديل لبعض مواد القانون. القانون الأصلي اللي هو 66 سنة 73 المعدل برقم كذا، لأنه يتم تعديل بعض المواد دون بعضها الآخر. فتبقى الغالبية العظمى من المواد أثرها ما زال موجود وتطبيقاتها موجودة، لأن لم يتناولها التعديل أو التطوير أو الإلغاء أو الإضافة أو إلى آخره. فيسمى دائما وأبدا قانون المرور المعدل وليس الجديد. دي دقيقة. لأن الجديد معناه أن أنا كله. تمام. لكن بدل لأني عدلت بعض المواد دون البعض الآخر. أي. فيبقى دائما وأبدا المواد التي لم يتناولها التعديل قائمة وأثرها ما زال موجود على أرض الواقع. تمام. فحصل سنة 2008 من 1/2008 آخر تعديل. التعديل حصل اللي هو يعني كان معدل المواد. وبعدين حصل خمس قرارات بقوانين بعد الثورة 2011. أي. حصل قرارات بقوانين صدرت من السيد رئيس الجمهوريه خمس تعديلات. فمجلس النواب في اول اجتماع له اقر كل التعديلات اللي حصلت بقرارات بقوانين واصبحت قانون، فاصبح في قانون مرور معدل تاني. ثم حاليا بيتم اقتراح لتعديل مشروعات للقوانين خاصه ببعض المواد في قانون المرور اللي هو دايما قانون 73 الاساس الاساس. ف ايه التعديلات المقترح او اللي وافقت عليها لجنه الاقتراحات؟ أي. مؤخرا ثلاث نقط مهمين قوي. اقترح ثلاث اقتراحات. الاقتراح الاولاني خاص بالمقطورات. انا خدت خدمتي كلها وطالب بالغاء المقطوره خالص تتلغي. ليه بقى؟ النقل الثقيل. لان النقل كنت تمنى برصد ظاهرة خطيرة. أي. اسمها ظاهرة النقل والنقل بمقطورة. الكلام ده على مدار 30 سنة وانا بلفت نظرهم الى انه لابد من مواجهة اخطار النقل والنقل بمقطورة. ليه؟ أي. طب اسمح لي بس سعادة اللواء، يمكن في ناس او اجيال او ناس ما تعرفش يعني ايه المقطورة. المقطورة جزء اخر بيبقى في عربية النقل الكبيرة جدا اللي شايلة بضاعة ايا كان نوعها، ووراها على طول بتقطر، يعني بتشد وراها قطعة اخرى كبيرة جدا برضو محملة باشياء ثقيلة جدا. يعني في حالات كتيرة جدا بيكون بسبب المقطورة دي ان في قطعتين بيتمرجحوا في الطريق كده، سواء بقى في اللفات او في تغيير الاتجاهات، بيتسبب ذلك في حوادث كثيرة. طبعا. صح؟ كنت دائما انا برصد ظاهرة النقل والنقل بمقطورة كطرف اعظم مشترك في الحوادث. ليه؟ شوف سيادتك، طرف اعظم مشترك وهي السبب الرئيسي في دول العالم في حوادث طرق. ازاي؟ احنا بنقول دول العالم في حوادث طرق مش في تعداد الحوادث، هذا خطأ. احنا في المعدل الطبيعي في تعداد الحوادث، ولكن اعداد القتلى والمصابين اللي بتترتب على الحادث الواحد احنا من اولى دول العالم. أيوة. بمعنى ايه؟ يعني ممكن ده بس لا قدر الله يموت فيها 40 قتيل، 20 قتيل، 30 مصاب. احضرني في الامارات وقعة شهيرة جدا كانت حوالي 4
كان في شبوره مائيه قويه جدا على طريق ابو ظبي دبي. ايوه 200 مركبه والامارات على المحيط طبعا. مركبه اصطدام 200 مركبه لم ينجم عن هذا الاصطدام اللي شمل 200 مركبه ولا قتيل واحد. معقول؟ عندك هنا بقى حادثه واحده ينجم عنها 30 قتيل. ليه؟ لينا خصوصيه. ايه هي؟ وجود النقل والنقل بمقطوره كطرف اعظم مشترك. في قرار خطير هو اللي يعني بيعظم من قيمه النقل والنقل بمقطوره في ارتفاع اعداد الضحايا. ازاي؟ النقل له حموله مقرره في الرخصه. تمام. يعني ده يبقى 10 طن. المفروض انا لو 20 طن ابقى مخالف، 15 طن ابقى مخالف. ففي سنه 2000 في 31/1/2000 اصدر السيد وزير النقل حينئذ كان الدكتور الدميري وزيرا للنقل سنه 2000. ايوه. اصدق قرار برقم 28 اللي استقال بعد هو بقى اصدق قرار سنه 28 نشر في الوقائع المصريه في العدد 32. ايوه. بيقول ايه بقى القرار؟ بيقول ما فيش حاجه اسمها الحموله المقرره والالتزام بالحموله المقرره. هو الست اللي بتقول شرعيه عدم الحموله المقرره بس بشرط ادفع 20 جنيه رسم عن كل طن زياده. بمعنى ايه؟ وزير النقل طبيعي. خلي بالك القرار ده مطبق حتى اليوم. مش مهم الالتزام بالحموله. ده الثمن اهدار ارواح المصريين. كسرت كباري الموت. لا 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 لا، ما هو عشان كده انا بحذر. انا النهارده حملت 10 طن جاي من بدايه الطريق طالع من القاهره الى اسوان. ايوه. فمفروض يبقى معايا حموله 10 طن. تمام. انا بعد قرار السيد وزير النقل لو معايا 90 طن زياده يعني 100 طن 10 مقررين و90 فيهم يبقى 90 في 20 انا مخالف في 90 طن 1800 جنيه. 1800 جنيه اتكل على الله وسير على بركه الله ما تنزلش حموله وادفع ال 1800. ده بيمثل مورد رزق، مورد كنز علي بابا بالنسبه لوزاره النقل. هو ده المورد الرئيسي لوزاره النقل اللي بتعتمد عليه. ده مقابل اهدار شبكه الطرق وتمن اهدار وارواح المصريين. طبعا. فيجي يقول لي كمل بكامل حمولتك. طب انا هكمل بكامل حمولتي لحد اسوان. ادي ب 1800 جنيه دفعت وكامل حمولتي مش هنزلها. ايوه. فلما اجي امشي على الطريق قانون المرور بيقول لي سواق واحد، لو اتنين سواقين لا هسحب منك التراخيص لانك قابلت راكب بالاجر، بيعتبره مش ما بيلزمش باتنين سواقين. انا يمكن قلت في تقليل نسبه الحوادث ومواجهه حوادث الطرق كنت اقترحت اتنين سواقين وزاره السياحه خدت بيها لكن القانون مش معترف بيها لحد دلوقتي وما بيلزمش علشان المفروض زي ما القاهره اسوان لازم يستريح ده لازم سواق واحد و100 طن ده لازم يوصل اسوان قبل الساعه 12 بالليل. ليه؟ لو 12 و5 يقول لك ده يوم جديد هحصل منك ال 1800 من جديد. ياه. يبقى بيقول له اجري ولا بطأ؟ اجري طبعا بطأ. اوعى تنام ولا تستريح وخد حاجه عشان تفضل مصحصح. ده هو اللي بيقول له. قدامه عفوا يعني. يبقى عشان تعرفي فلسفه الشيء ليه بيشرب مخدرات وليه بيجري بسرعه وليه انت اللي مديله الحمايه دي، انت اللي مديله الشرعيه دي. فعايز يوصل قبل 12 بالليل. ده لو بكامل حمولته بال 100 طن. والمركبه اساسا 10 طن. ايوه. وعايز يوصل قبل الساعه 12 بالليل اسوان. ده لو اصطدم بعربيه ملاكي او باتوبيس اطفال لا قدر الله او قطار لا قدر الله. تتوقع ان يكون في اقل متيل؟ لا طبعا. لا طبعا. تقول لي العنصر البشري. اسف. انت السبب الرئيسي. طب اقتراح حضرتك انا قلت عايز الغي المقطوره. الغاء المقطوره تماما. جه في 8 اللي هو قانون 121 ده سنه 2008. ايوه. قال ايه؟ قال في ماده 5 وماده 6. 5 قال ايه؟ انا هشيل المقطوره هلغيها. تمام. كويس قوي. بعد اربع سنين من تطبيق القانون، القانون كان بيطبق من 1/8/2008. تمام يعني يبقى اخر حاجه المقطوره تمشي فيها 1/8/2012. وقف القانون. حصل صدر قرار بقانون 54 سنه 2014 في سنه 2014 الاخر معاد للمقطوره 1/8/2015. برضه احنا النهارده 8/2016 فاتت ساكتين. عذر المره مفيش اعذار المفروض بتاع لكن هو
قال لك الهيئة المفروض ان انا استبدل المقطورة بشبه مقطورة وحاجة تانية بدل ما هي تجرها تبقى راكبة عليها يعني شبه مقطورة. أيوة. وبالتالي هي اسوأ من الوضع الاولاني. لكن قال انا هعمل صندوق في المادة 6 بقى في القانون، هعمل صندوق، الصندوق ده يدي قروض وحوافز ويبقى في ميزانية خاصة له تابع لوزير المالية هو اللي يصرف على شراء البدائل للمقطورات اللي هتتلغي. أيه. الصندوق ده لم يفعل حتى الآن برضه، وبالتالي صعب جدا ان انا استبدلها او اشتري جديد. أكيد. ده علاوة على ايه بقى؟ مفيش عندك مصانع اللي هي تصنع ما يتم الغاءه ويتم التعويض عنه بشبه مقطوره. يعني بتكلم في الخيال. خيال. تمام. الاقتراح بقى اللي هو في تعليل اللجنه اللي هو خاص بالمقطوره. رجع تاني بقى الاقتراح اللي عندي بقى، في اقتراح بان انا اسيب المقطوره زي ما هي ارجع للارض. ان ترك المقطوره ترجع تاني من جديد. وهي كانت اختفت. اختفت بس هو كان اخر ان يتم الانتهاء بالعمل ب 2015. فرجع قال لك لا الغي الحظر ده واتركها تاني من جديد. ليه؟ في الشوارع. قال لي والله لسببين. ايوه. السبب الاولاني ان انا ما عنديش صندوق يفعل الكلام دون ويدي قروض. لا. انت عندك صندوق والصندوق قائم بس مش مفعل دوره، ورغم ذلك انت قائم يعني انت استبدلت سيارات الاجره بسيارات الاحلال. أيوة. فاكره الاحلال؟ صحيح. التاكسي الابيض ما هو ده كان عن طريق ايه؟ المفروض الصندوق. فالحكمه هنا هي الحكمه هنا. أيوة. ما انت ما قلتش استنى على التاكس ونفذت. صحيح. لكن دلوقتي مفيش ايد قويه تقدر تنفذ. ولذلك تم التنفيذ بالنسبه لسيارات الاحلال تاكس الاجره، ومع ذلك النقل عاجزين. فقال لك لما يتم تفعيل دور الصندوق نبقى نشوف. كنت طالبت بقى انا بايجاد مصان لوحده كده بمقطوره. اساتذه كليه الهندسه كلهم سامحه كانوا بيجادوني. ما هدي شيء رائع دي تو خدمتي، وانا بطالب بالغاء المقطوره وتحديد مسار للنقل. كان يقول لا ملوش تاثير. السرعه هي السبب. اقول له لابد من تحديد مسار. بيدرسوا في كليات الهندسه وفي ابحاثهم انه حركه النقليات ككل. أيه. ما بيفصلش. أيه. لكن كنت بطالب دائما وابدا بضروره الفصل، لاني ارى ان النقل والنقل بمقطوره هو احد الاسباب الهامه اللي بيترتب عليها تزايد اعداد القتلى والمصابين. أيه. لما استجابوا ليا بعد 30 سنه مناداه الحمد لله قلت نسبه الحوادث وتاكد صحه وجهه نظري. صحيح. بانه لابد ان يكون لهم مسار. لان دي بلدوزر على الطريق ماشي. طبعا يكفي اكيد حضراتكم جربتوا انك تمشي في طريق مصر اسكندريه الصحراوي وانت شاعر بكامل الامان. انا كنت متألم نفسيا، وكل واحد بيعدي وحظه. أيه. بيعدي يعني بيوصل بالسلامه، ده وصل هو وحظه. لكن سيارات النقل والنقل بمقطوره خطر جدا على الطريق. طب وليه ما تفعلوا الطرق السريعه؟ الفكره دي فصل ان شاء الله يعمم يا ريت. بس انت ما تيجي تشوفي مواجهه سيارات النقل حتى لو انت رفعت الحظر، يبقى لابد من مواجهه تشريعية قوية لأخطاء قائدي مركبات النقل والنقل بمقطورة. لأن القانون ما بيواجههمش بفاعلية. يكاد يكون قانون مرور كارثي، يكاد يكون بيقول للسواق لو سمحت ارتكب حادث. Yeah. على سبيل المثال هقول لك حاجة بسيطة كده عشان تستعجبي أكتر. اقتل الناس هقول لك حاجة بسيطة قوي كده يعني. أنت وأنت ماشية وجنبك سيارة نقل. المادة 75 وغرامه. غرامه من 300 الى 1500 للي يتجاوز السرعه المقرره. ايوه. لما ده في الماده 75. حبس او غرامه ولا الاثنين؟ واحده من الاثنين. ده بالنسبه لعمومي، ماده عموميه كده 75. الافندي المشرع نسي انه قال الكلام ده. جه في الماده 70 وعامل حاجه خاصه. قال سيارات النقل والنقل بيحددها بقى. أي. النقل والنقل بمقطوره. أي. والاتوبيسات والرحلات والقبور الركاب الكبيره والميكروباص، كل دول احنا هنا في الاول كان بيقول حبس وغرامه. أيه. هنا مفيش حبس. الناس دي في تجاوز السرعه ما لهمش حبس. امال ليهم ايه؟ غرامه من 200 جنيه ويتم التصالح ب 100. يعني ايه؟ يعني بتاع النقل والنقل المقطوره يتصالح ب 100، سيادتك تتحبسي 1500. يتهيألك انت بنت ماشيه كده، الله هو النقل بيسابقني؟ ده انت سيادتك اللي بتسابق.
القانون. انت سيادتك اللي معرضه للحبس لو تجاوزت السرعه، لكن هو لا ما عندوش حبس. عفوا يا دكتور، يعني ان المشرع لما حط المادتين دول اللي عكس بعضهم تماما واللي ما فهمش اي حفاظ على سلامه المواطنين ولا عنده فكره، ما حدش جه بعديه وانتبه لده؟ انتبه فين؟ ما لازم انفع انتبه يعني فين؟ بيتكلموا في تعديل القوانين والمرور وازمه المرور ولا حد الكلام اللي بقوله قبل كده؟ لا ما انا بقول لك ما فيش حد منتبه. ده بالعكس، ده انا بشوف مهازل، كلنا بنشوف مهازل دي على الطريق. حذرت النقل رايح جاي. انا بقول لسيادتك اهو، حذرت سنه 2008 بيتم وضعه، ده كان خطير جدا، ولولا عملت راي عام ضدهم الى ان تم تهذيبه ووصل للدرجه دي. وانا شدت اعضاء مجلس النواب وما زلت بناشدهم، قانون المرور قانون فني، ارجوكم لا يكتفى برفع الايادي موافق او غير موافق، بل لابد من المناقشه الواضحه والصريحه. واحد يقرا كويس وعملي يقول كويس، لان ده قانون فني وترتب عليه حياه المصريين. مفيش حاجه موافق او غير موافق، انا اسف ده انت لازم تشرح ماده ماده شرح وافي جدا، ثم يتم التصويت بعد ذلك. انما يتم التصويت فقط على التعديلات هذا خطا، ده قانون فني مش اي واحد يستوعبه. تمام، فلازم يتقال كده. ان اللجنه وافقت على ثلاث اقتراحات. تمام. ايه هي؟ اول اقتراح الاولاني خاص بالغاء المقتوره ولا الغاء حظر الغائها، يعني ترجع للاصل تاني مفيش الغاء. الله، رفع حظر. طب فين الاقتراح بقى؟ ما هو بدل ما نلغي القانون دلوقتي الغاء، فهو الاقتراح الجديد لا مش الغاء، سيبوها زي ما هي بقى. ده تاني اسمه ده بقى ايه الاقتراح؟ بيقول لك اصل سيبنا من الغاء المقطوره وخلي المقطوره تاكل عيش، والمقطوره ملهاش دعوه باسباب حوادث الطرق ولا ليها دعوه، والمقطوره دي ناس امراء وناس كويسين وناس حلوين زي السيد وزير النقل اللي فات، كان دائما وابدا معايا في حلقاتي يأيدني في رايي بضروره مواجهه النقل والنقل بالمقطوره. طبعا والغاء قرار وزير النقل الخاص بالحمولات الزياده لما تولى النقل، قال الناس دي ولقيت الناس غلابه جدا، والناس دي لازم نسيبهم ويحملوا زياده ويمشوا على الطرق براحتهم، لان الناس دي غلابه. صح. احنا ازاي بننتقد الناس دي؟ لا 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 لا, لا. الناس دي ناس كويسه. فهو شاف كده اهلا وسهلا. ولما الناس تعمل حادثه وتموت 100 واحد مثلا، نرجع تاني بقى لما نرجع نتكلم الناس دي بمواجهتها مواجهه جديه. طبعا. ولما يكون لي انا مصاب لا قدر الله، ارجع اقول ازاي الدوله سايباهم. لما الضرر يطول غيري، وايه يعني ايه المشكله؟ صحيح. لما الضرر يطولني انا، اين الدوله؟ واين القانون؟ واين المسؤولين؟ واين القانون المرور؟ فين المنطق بقى في الاقتراح اللي هو يعني كل اللي عملناه ده كله ضيعنا وقتنا؟ بس نرجع للاصل تاني، احنا بنتكلم في تحصيل حاصل اللي هو نرجع تاني للمقطوره. قلنا انت عارف سيادتك الدائري من حين لاخر بيتم التمهيد فيه واصلاحه من حين لاخر. ليه؟ لما منعوا النقل والنقل بمقطوره من الصعود اعلى المحور، فكله تحول على الدائري. فاصبح الدائري من حين لاخر يتم فيه هبوط. ليه؟ نتيجه القرار الكارثي اللي انا قلته لك، الحملات بناشد مرئي السيد رئيس الوزراء السيد وزير النقل الحالي، لو سمحتم عيدوا النظر في هذا القرار. ده مش قانون ولا محتاج مجلس نواب ولا غيره. ارجوكم لو انتوا جادين في مواجهه حوادث طرق، سرعه الغاء قرار وزير النقل رقم 28 لسنه 2000 اللي ما زال مطبق حتى اليوم، والذي يسمح بالحمولات الزياده. اذا كنا هنرفع الحظر على المقطوره وهترجع تعود المقطوره تاني العمل مره اخرى على الطرق، ارجوكم الغوا القرار لو انتوا سمحتوا المقطوره انها تمشي، انما تمشيلي المقطوره تاني بحموله زايده 100 طن ولا 100 طن، وترجع تقول لي اصل مفيش توقيه، اصل قائد مش عارف ايه، كل الكلام ده مش هيجيب نتيجه معانا. اكيد. لو انت قلت ترجع تاني، لابد انك تعدل كل المواد اللي هي تواجه مخالفات النقل والنقل بمقطوره. صحيح. حجم الحوادث وتحجم، ده انا هقول لك ماده بقى عشان ايه؟ عشان شايف علامات الدهشه. يعني نفرات البهار هديشك اكتر بقى. قانون المرور بيقول ايه؟ عام كان ب 50 جنيه فيها تصالح، رفعوها بعد الهيصه وبعد ما عملت هيصه رفعوها ل 250 دلوقتي. ده إيه في مخالفه؟ سيارات النقل والنقل بمقطورة التي يسيل منها مواد قابلة للاشتعال.
يعني يتنقط منها بنزين سولار بتاع اللي بيعمل حوادث وبنقعد نيجي شمال ويمين بسبب السولار أي. اللي بيستخدموها الجماعات الإرهابية لما كانوا بيعملوا على كل السكتوبر بيعملوا حوادث أي. القانون بقى بيوصف وكأنه شو بقولك بيقول للسواق لو سمحت اعمل حادثة بيوصف بيديله الوصف بيقول له ايه ما يهمكش السيارات التي يتطاير من حمولتها الأول ما يسيل منها من مواد قابلة للإشتعال أو يتطاير من حمولتها ايه دبش رم زلط اسمنت حديد شوف قد ايه ما يهدد ارواح المصريين ماكش هدد ارواحهم ده بيديله الوصف او ما ينال من سلامه وامن الطريق او يكسر الطريق شوف يعني اكتر قد ايه يتطاير اللي انت بتشوفيه اللي عمال تقول على ده بيتطاير منه ليه كده يهدد ارواح دبشه بتوع من العربيه او تسيل منها مواد قابله للاشتعال او مخالف للبيئه تنبعث منها روائح كريهه خالفة للبيئة وخلون بيها يتم التصالح معاه اوعى تيجي جنبه لا تعمل له محضر ولا تحبسه ولا تعرضه على نيابة المرور ولا تسحب رخصته ولا توقفها ولا تلغيها بس التصالح ده معناه ان في خصومة الاول ما انا بقولك اهو انت واقف لمأمور الضبط حقك اديله 50 جنيه وتصالح معاه دلوقتي لما انا عملت هيصة ما تزعلش خليهم 250 500 ونص 250 ماشي خلاص بقى يعني انت ايه مالك ومالهم 250 جنيه يمشي على الطريق دبش ورمل وزلط وطوب ويهدد ارواحي وارواحك مش مشكله يكسر الطرق اللي احنا عاملين نقول مشروع قومي بلاش سياده الرئيس ارجوك يا سياده الرئيس احنا عملنا شبكه طرق تحسب لسيادتك ارجوك يا سيد وزير الدفاع عطوله اللي بتشرف عليها او شركه الوطنيه ارجوكم الا يفعل قرار وزير النقل على الطرق دي لابد من الغاء الحمولات الزياده ومواجهه حوادث طرق على وجه من السرعه. وزير النقل لابد من الغائه. قانون المرور اللي بيشجع على حوادث طرق ويدي شرعيه لسواقين النقل والنقل المقطوره الخاطئين لابد من مواجهتهم مواجهه جديه. ده اول تعديل اقترحتوه. مش اقترحتوه اللي اقترحوه هم مش انا. طيب تمام. خلينا الاقتراح الثاني اللي وافق عليه لجنه التعديلات في مجلس النواب. اللي كان في عندي ماده اخر تعديل فيها وقبل التعديل هحكي لك في قانون 66 وبعدين سنه اخر تعديل حصل فيه ايه واحكي لك ايه الاقتراح. هو اخر تعديل خاص بتناول المواد الكحوليه والمخدرات والسير عكس الاتجاه كان اخر تعديل بجمع الاثنين دول وقال في ماده واحده قال ايه فيها؟ قال اذا تناولت ماده مخدره ايوه او مخدرات او كحوليات او دخلت في اتجاه عكسي الاثنين نفس العقوبه جمع الاثنين في نفس العقوبه قال ايه؟ اذا ما كانش في حوادث خالص انت يا دوبك شربت على الطريق او داخل في اتجاه عكسي وما فيش اي حوادث وما فيش اي اثار للكلام ده يا دوبك انت بس دخلت اتجاه عكس فقط حبس سنه وجوبي حبس مده ما تقلش عن سنه طيب لو نتج ذلك انت سكران او داخل في اتجاه عكس اصابه لو حدث اصابات لو سمحت مش هسيبك حبس وغرامه ما تقلش عن 10000 جنيه وفيات او عجز دائم هتبقى ايه الحكايه؟ لا في الحاله دي هيبقى من 3 سنين لسبع سنين وغرامه ما تقلش عن 20000. ده اخر تعديل. قبليه بقى كان بيعمل ايه؟ كان فاصل عكس الاتجاه بماده لوحدها حبس وغرامه او واحده من الاثنين وتناول الماده المخدره او الكحوليات حبس وغرامه او احدى العقوبتين. فما جمعهم في اخر تعديل هو بقى عايز يرجع يلغي الحبس الوجوبي ده ويرجع للمادتين الاولانيين كل واحده لوحدها وكل واحده يبقى فيها حبس وغرامه واحكيها لك تاني بقى ببساطه بسلاسه كده بقى لان ليه كلام في المخدرات هو ايه العظمه في ان احنا نرجع لدي ما انا هحكيها لك بقى عشان تبقى معايا هو احنا قاصرين ان احنا يعني نفتكر او ننقل من قوانين المرور يعني بتاعت الدول المتقدمه من غشها بس انا طويل بتطبيق صحيح القانون ليه؟ ايه تطبيق صحيح القانون؟ ما يحدث على ارض الواقع في التعامل مع من يقود المركبه تحت تاثير الخمر او المخدر خطا. ازاي؟
في المادة 66 بيقول إيه؟ بيقول حظر القيادة تحت تأثير تناول مادة كحولية أو مخدرات، تناول مخدرات محظور. بس بيقول إيه بقى؟ ولمأمور الضبط القضائي إن أنا أفحص الشخص اللي قدامي. يعني بأي طريقة يتم الاتفاق بينها بين وزير الداخلية ووزير الصحة عليها، زي ما بياخدوا عينات عشوائية. بس إيه؟ بشرط توفر حالة من حالات التلبس في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية. يعني إيه؟ الإخوة بيقروا كده على الطاير، لكن لما يقولوا من قانون الإجراءات ما بيرجعش قانون الإجراءات. لو رجع لقانون الإجراءات هيفاجأ، ما فيش حاجة اسمها تاخدي مني عينة عشوائية غصب عني كده، ما فيش حاجة اسمها عشوائية. أمال إيه؟ قانون مشترط، لأنه افترض أن ده تلبس. يعني إيه التلبس؟ يعني أحوال التلبس أربعة في قانون الإجراءات الجنائية. أشوفك بعناية، أشوفك مش أشك، أشوفك وأنت بتتناول المادة المخدرة أو المسكرة أو المخدرات. يعني أنت جاي داخل عليا، شايفك وأنت بتشرب الويسكي قدامي أو بتشرب السيجارة البانجو، أو اخد منك عينه. ده بالمنطق، ده تلبس. عمر ما يحصل مع اي مين مثلا. بيقول تلبس، ما اشوفكش بعناية بس يعني ايه؟ شايف ريحة مخدرات طالعة والدخان طالع، او ريحتك موجودة لسه، او الاخر. لكن انت كمرور بتعلن من حين لاخر ان انا وقفت خدت 1000 عينة عشوائية تبين النسبة كذا. انت اللي بتقول عشوائية. يعني انت اللي بتقول انا مخالف القانون. ازاي تقول عشوائية؟ ازاي تخالف القانون؟ ده القانون بيقول لك حاله من احوال التلبس. تيجي تقول لي انا ظبطت 1000 واحد وخدت منهم نتائج عشوائيه، حتى لو النيابه حبستني على ارض الواقع في المحاكم براءه. حاجه تانية كان يجي يعمل ايه وانتقدتها؟ يجي يقول له ايه؟ اعمل لي عينه بول هنا، ما هو بياخدش دم لانه ما عندوش امكانيات ماديه. فبياخد عينه بول، بول سريعه كده بشريط بقى تغير لونه حسب درجه اللون. فيجي يقول له على جنب كده واعمل لي بول. ايه يا ابني ده في الشارع؟ ايه يا ابني اللي بتعمله ده؟ ده منافي للدستور والاخلاق. بتحضه على ارتكاب فعل فاضح في بتحضه على ارتكاب فعل فاضح. انت مين اللي قالك كده؟ ومين اللي عمل القوانين العبقريه؟ ايوه مين اللي عمل القوانين العبقريه؟ ففي تطبيق القانون جسيمه جدا، لابد الاول من ان احنا نحجم. مفيش حاجه اسمها عينه عشوائيه دون ضوابط ممكن احطها في شروط استخراج الرخصه. تعالي نرجع لشروط استخراج الرخصة. طب قبل بس ما نسيب بس اوضحها لايه اللي بيقترح التعديل هنا، انه بدل ما كانوا الاثنين في مادة واحدة انا عشان فصلوا. لا ده انا عايز اديله رسالة معلش عشان تبقى معايا برضو. قبل ما اقترح تعديل دي، في حاجات لازم تقترح بتعديلها من باب اولى. عايز تحارب المخدرات، حارب طب ايه رأي سيادتك في اللي انا هقوله لك ده؟ وانت هتقولهاش تاني. الماده 35 في قانون المرور بتقول ايه؟ 34 بتقول انواع رخص القياده، فبتقول 13 نوع، خاصه وثالثه وثانيه واولى وتوك توك ودرجه. طب الماده 35 في توك توك؟ ده القانون اوجب ترخيص التوك توك. هم طبعا المحافظين بيقول لك لا ما يرخصش على جثتي وبتاع، ده مش فاهم قانون مرور. اللي يقول كده ده احنا دوله مؤسسات. الى ان يتم التعديل احنا لازم نلتزم بتطبيقات صحيح القانون. قانون بيوجب الترخيص. ولا دخل المحافظ زي ما هم متصورين، هذا فهم خاطئ. لكن خلينا في الموضوع. الماده 34 قالت 13 نوع. الماده 35 بيقول لي بقى، بيقول لي والله عشان تستخرج رخصه قياده انا عايز منك 5 بنود، انك تنجح في الاختبار التحريري الشفوي والميكانيكا والقيادة. ماشي. جه في البند 5 بيقول لي بقى، بيقول لي إذا اتحكم عليك في جناية أو جناية مخلة بالشرف أو الأمانة، أو شربت مادة مخدرات قبل كده، شربت مخدرات أو اتحكم عليك حتى، أو مسكرات أو إلى آخره، ولا يلزمني الكلام ده كله، ما تطلعش الرخصة أنا غير موافق على استخراجها. في 5 أنواع بس نحددهم. طب بقية 13 نوع الثمانية سكران أنت مالك؟ ما أنت سكران سكران، ما اتمسك قبل كده اتمسك، شرب مخدرات مش مشكله، تاجر في المخدرات مش مشكله. من انواع دي اللي نسيها بقى ايه عارفه؟ الطرق والدراجه الناريه. يعني ايه؟ اللي راكب، اللي عايز يستخرج رخصه او يستخرج رخصه توك توك
مش شرط قبل كده يكون شرب مخدرات، او مش شرط اللي يكون كان بيتاجر فيها، ولا شرط اللي يكون يتحكم عليه ويتسجن فيها ولا مشكله، او خيانه امانه او الشرف. ده احنا بنتكلم بنقول التوك توك عايزين نحارب التحرش الجنسي. تقول لي لو عنده قضايا تحرش جنسي مش مشكله التوك توك يطلع رخصه، اقول لك ده بتاع مخدرات تقول لي مش مشكله ما دام توك توك يطلع رخصه، واعمل لي في 5 تنواع بس والثمان تنواع التانيين سايبينهم، بقى سايب التوك توك يا راجل اللي هو مشكله المشاكل ومش وعايزين نواجه التحرش اللي بيحصل. تقول لي مش مهم، اقول لك ده محكوم عليه قبل كده في جنايه. تقول لي مش مهم، قوانين متسامحه. مش قوانين متسامحه، السيد المشرع سامحه الله وعافاه، هو لسه عايش، ما زال موجود السيد المشرع القانوني. ربنا يوريه قائمة على الأرض وعدالة بإذن الله. قانون مرور، قانون مرور كارثي، قرار وزير نقل كارثي، منظومة كارثية تهدد. الحل فين؟ الحل في إن أنا أنسف الحاجات اللي قلتها لك دي، لكن تقولك ده بيقول محصلة واحدة أو له رسالة واحدة. تناقض. لو سمحت أيها قائد المركبة ارتكب الحادث وأنا معك. فلازم ننسف الكلام ده كله، ويقترح بقى مش تعديل قانون المرور، حان الوقت لإلغاء قانون المرور القديم واستبداله بقانون جديد. كل الأربعة جديد بقى جديد جديد بس على أن يتم وضعه السادة المختصين واللي فاهمين والفنيين، أما السادة بحكم مناصبهم دون أن يستمعوا للآخرين ويكتفوا برفع الأيادي. شكرا جزيلا جزيلا جزيلا، ولكم العافية والصحة يا رب. اللواء مجدي شاهد الخبير المجرمات، الحقيقة دي نظرة يعني عملية على الأقل، ممكن الناس تختلف أو تتفق مع حضرتك. اختلف في إيه؟ اختلف إذا كان عايز يشجع على عايز يشتروا. إحنا اختلاف جميل ومفيد وعبقري، أهلا بيه. لكن اللواء مجدي شاهد من سنوات طويلة في الخبرة من المرور، انسف قانون مرورك القديم كله، ما تسميهوش بقى شكل جديد، نسخه جديده، تعديل جديد، انسف قانون مرورك القديم كله. احنا في 2016 عايزين قوانين تليق بالمصريين. بعد الفاصل زميلي احمد عبد العزيز واصدارات مركز الهلال، انتظروا.